رغم الوعود التي أطلقها مجلس محافظة صلاح الدين بإعادة النازحين إلى مناطقهم وموافقة الذين نزحوا من ديارهم على شروط العودة التي اعتبروها مجحفة، إلا أن هذا القرار لم يطبق حتى الآن، لتستمر معاناة النازحين منذ ما يزيد عن 4 سنوات. لا حول ولا قوة، وإحنا صار لنا هاي السنة الرابعة نازحين وأبرياء، وإحنا وأهالي بلد لحمة ومصاهرة، وماكو بيناتنا أي إشكالات. جتنا هاي الكفر الإرهابيين سقطوا 4 فرق بالموصل، إحنا ناس عزل ما نقدر ندافع لا عن أنفسنا ولا عن المنطقة، فثبتوا بأن أنتوا اللي هذا اللي يقول حواضن وهذا اللي يقول كذا، فإحنا ما عندنا بيها أي مبرر، وراحت أملاكنا راحت سياراتنا، فهسه الشروط اللي يملوها علينا، ولا إذا عندك يعني حاجة مفقودة تعرفها مثل عند فلان شخص يمنع إقامته، يقول لك الدعوة الكيدية، يعني أنا إذا أعرف المال أبسط في السيارة مثل مال تعد فلان، شلون يصير ما أقول سيارة تعد فلان؟ يرهم الحكي هذا. بعدين مجلس المحافظة ثالث مرة ينطينا مواعيد وإحنا قاعدين ناس بهياكل، خلف الله على أهل سامرة لامينا وقاعدين، وهاي السنة الرابعة ما حد رجع، وهاي الوعود الثالثة، آخر موعد يوم 5/2/18 واستبشرنا خيرا، ولكن وعود لم كاذبة نقول عليها، والنوب ملهم علينا شروط ما أنزل بها من سلطان، ما أنزل الله بها من سلطان. الشروط إذا أشوف أملاكك أو سيارتك عند شخص ما تقدر تداعي به، بعدين يعني احنا ما نقدر على هاي الشروط مالتهم، شروط تعجيزيه، واحنا نريد مصالحه وطنيه، احنا مظلومين، احنا نزحنا وطلعنا من ديارنا لا حول ولا قوه، اكو تقدم ولا عائله وحده نازحه رجعت الى عز بلد ولا ناحيه السلام، وشروط من الشروط لغينا ناحيه السلام وناحيه عز بلد للعوده وما صارت، والنوب كررهم شروط وما صارت، وهذا الوعود الثالثه واحنا ما صار رجع لنا لا عز بلد ولا محطه بلد. مدير دائره الهجره والمهجرين في سامراء اكد ان المساعدات التي توزع على العوائل النازحه لا تفي بمتطلباتهم اليوميه، والحل الأمثل لإنهاء هذا الملف هو إعادتهم لمناطقهم ليتسنى لهم بدء مسيرة حياتهم من جديد، وهذا الرأي هو المطلب الأهم للنازحين الذين بلغت أعدادهم بالآلاف. حاجة هذه العوائل النازحة هو إلى العودة إلى مناطقهم المحررة، وخصوصا هي مناطق عزيز بلد وجويزرات وأم شعيفة وحبيج السنجار ومنطقة الرواشد، وكذلك محطة بلد اللي هي الرفيعات ومنطقة سيد غريب وأحباب تل الذهب. هذه المناطق بحاجة إلى العودة وليس إلى المساعدات الغذائية أو المساعدات العينية حقيقة، يعني اللي نلمسه من خلال معايشتنا لواقعهم في المخيمات في الهياكل، أغلب هذه العوائل بحاجة إلى العودة، لا يعني لا يرغبون، يقول لك أنا شو توفر لي مساعدات، توفر لي أفرش أغطي، يقول لك أنا أريد أرجع إلى منطقتي، أرجع حتى لو بخيمة. مواطنون أجبروا على النزوح وتركوا كل ما يملكون وراء ظهورهم ليذهب شقاء السنين في مهب الريح، لا يريدون اليوم سوى أن تطأ أقدامهم الأرض التي احتضنتهم وترعرعوا فيها ويكحلوا عيونهم بإطلالها. لقناة سامراء مصطفى عبد الحميد، سامراء.